مرحبا من جديد. خلينا هلأ نتعرف على تحليل جديد لمشروع مختلف شوي، بنحكي فيه عن البرودكتيفيتي الخاصة في مايكروسوفت نفسها. اوريدي هي الداتا سيت موجودة على موقع مايكروسوفت، فخلينا احنا هلقيت ناخد البيانات هاي نستوردها كملف اكسل. بدنا ناخد البرودكتيفيتي 2017 مالها اوبن، رح اعملها تشيك، اعملها ترانسفورم داتا على طول، ابلش اعمل عليها editing. طبعا هاي الداتا سيت موجود فيها كذا كولوم، فيهم الاي دي الايج و السؤال اللي بنطرح فيه how important would you say feeling productivity is، يعني كأنه أسئلة للكلاينتس أو للكاستمرز الموجودين، وكيف البرودكتيفيتي feeling overall، وكمان in what city you love. لاحظوا انه في كمية بيانات فيها null. ال nulling هاي او ال null data بدي احاول اتخلص منها، تقريبا هي لغاية لغاية 278، بالتالي راح اعمل لها cutting على هدول ال rows من خلال الايديتنج. فاول شي بدي اروح reduce rows remove rows top rows، وحختار حوالي 278 rows حيتم حذفهم. تمام، بعد الشكل انا حذفتهم بدي اياهم، خليهم واعمل عليهم apply close and apply. هلأ بطبق عليهم عملية الايديتنج اللي حصلت. خلينا نضيف الداتا سيت الثانية واللي هي most helpful، رح نعمل عليها تشيكت، نعمل لها لودنج اللي هي الاي دي والهيلبفول الخاص فيه، مشان نعمل عليهم اناليسز من خلال تشارتس المختلفين. تمام، هلا صار موجود عندي الموست هيلبفول والبرودكتيفيتي سيرفي على 2017. بدي اروح شوي على ريليشن شيب او نبني الموديلينج. نروح نبني الموديلينج. الموديلينج فيه هون ريسبوندنت اي دي وبرضه ريسبوندنت اي دي في الجدول الثاني، رح اعمل كونكتد ما بينهم او لينكد ان او سوري لينك ما بينهم. تمام، لو جينا بدنا نستعرض هاي الريليشن شيب، بلاحظ انه في عنا الريسبوندنت اي دي والريسبوندنت اي دي هون. اوكي، بهذا الشكل اصبحت جاهزة. نرجع على مساحة العمل اللي حنشتغل عليها. خلينا قبل كل شي ننشئ او نحط باك جراوند. بيج باك جراوند، نعمل يعني خيار ال add image. خلينا نعمل add image. I think ال image background maybe في ال 5 no themes. خلينا نشوف yes backgrounds، نختار واحدة من ال backgrounds الموجودين. حتى نشتغل عليه نختار هذا اللون. تمام، هاي هي الباك جراوند اللي راح نجهزها. هلا كتجهيز للاناليسز اللي رح نعمله، بدي اضيف اروح insert واعمل اضيف الشيب.
أول شي بدي أخلي شيب خاص بال بالأرقام اللي بدي أعرضها as a measure، وبدي أعمل كمان شيب أعرض فيه مجموعة الشارتس اللي بدي أشتغل عليها بهذا الشكل. تمام.